على القانونيين. ولكنهم لن يعطوا روسيا شيء في المقابل. يعني ماذا تريد روسيا؟ هو تأمين عدم وجود الناتو في هذه المناطق أو الاتحاد الأوروبي، ولكنهم بشكل أو بآخر سيكونون موجودين. يعني ولكن روسيا في النهاية ستعود إلى، إذا ما عدنا إلى المعادلة الصفرية فإنها بالفعل ستصبح صفرية. ولكن الناتو أصبح الآن على مشارف سان بطرسبورغ، فنلندا أصبحت دول في الناتو، وبسبب هذه المعركة الفاشلة التي قام بها بوتين. لو كان أرق بوتين على كلمة قوات الناتو بدون أي طموح من أجل الاعتداء على أراضي الآخر، لكانت فنلندا هم له أكبر من أوكرانيا. فنلندا أصبحت الآن في الناتو، والسويد الآن على طريق الدخول في الناتو. إذا لو كان همه الناتو لكانت مشكلته مع فنلندا بشكل متسارع أكبر. لم يطلق ولا حتى طلقة ولا حتى تعبير يعني يعبر فيه عن حقيقة أن فنلندا التي تبعد بضع ولديها شريط حدودي أطول من أوكرانيا، وهي على مقربة من سان بطرسبورغ العاصمة التاريخية لروسيا، أصبحت الآن على مشارف الناتو. روسيا تعتدي على أوكرانيا ليس من أجل الناتو، هي لديها طموح في أن تستمر إلى عمق الأراضي الأوروبا الشرقية، هي لديها طموح أن تستعيد نفوذها كما كان هو شأنه في الاتحاد السوفيتي السابق. هذا هو طموح الروسي الذي أعلن عنه جوهر دودايف منذ عام 1995. قال أن أوكرانيا لا يمكن أن تبقى، هكذا يعتقد الجيش الروسي والجنرالات الروس، أن أوكرانيا لا يمكن أن تكون دولة بعيدة عن النفوذ الروسي، كون أنها بوابة خروج الجيش الروسي لاحتلالات لجغرافيا. هذا ما حصل في بولندا في السبعينيات وما شابه. إذن بالنتيجة أطمع روسيا في أوكرانيا الآن يجب أن تعود إلى يعني إلى حقيقة روسيا، وتقول أنها لا تستطيع أن تحتل كل هذه الأراضي، وبالتالي تستبقي على 17 مليون كيلومتر مربع، يعني ليست بالقليلة. أكبر دولة الآن على منحى جغرافي هي روسيا، 17 مليون كيلومتر مربع. لماذا ستحتاج أن تحتل مزيد من الأراضي؟ وكذبة الناتو كما ذكرت، لو كانت تستطيع الآن، نستطيع أن نقول أنه لو كان هناك إرادة حقيقية لدخول في الناتو، فمنذ عام 2014 كان هناك محادثات مع الناتو وتدريبات في الناتو. لماذا روسيا لم تحتل إلى عام 2022؟ أيضا روسيا احتلت القرم، هل احتلال القرم يعني كان غايته أيضا من أجل الناتو؟ فهمنا، احتلت القرم تستطيع أن تتفاوض على 50 سنة أخرى كما هو كان حالة التفاوض السابقة. أما أن تقول أنها بحجة أنها تخشى من الناتو فستحتل أوكرانيا ومن ثم تحتل بلغاريا أو رومانيا أو حتى تصل إلى وبولندا، إذن هذه حجة غير مقبولة. إذن غدا سنسمع أن روسيا ستحتل جورجيا بعد أوسيتيا من أجل أن تضمن أيضا أن جورجيا لا تدخل في الناتو، وتركيا من الناتو. يعني هذا الأمر غير منطقي وغير مقبول، سيما إذا علمنا أن نفسها روسيا طلبت في فترة من فترات أن تكون جزء من الناتو، وأن روسيا أيضا كانت تحضر باجتماعات الناتو كعنصر مراقب. إذن روسيا كانت في فترة ما لا تشكل حالة عداء مع الناتو، الآن حجة الناتو أصبحت واهية بعد أن دخلت فنلندا وفي الطريق السويد إلى الناتو. أما عن أوكرانيا فأنا أجزم أن أوكرانيا لا تستطيع الدخول في الناتو طالما أن هناك لديها أراضي محتلة مثل القرم أو الدنباس.